وهيجيب لك ذهب كتيره جدا. مش عايزه، انا عايزه جوزي. معلش بقول عندي كده. ما تجيبي اقرا لك الفنجان يا ماما. فنجان؟ تعرف تقري الفنجان؟ قول الصراحه. صدقيني اقري الفنجان. اقري. انت هتطلقي؟ نعم. انا مالي، هي الاخبار اللي بتقول كده. طلق فالله ولا فالك، اخفى عليك ليه كده؟ هتطلقي وهيقول لك ورقه الطلاق، طلاقك هتوصل لك عند ابوكي. نعم. المهم عندك ابن عنده 11 سنه. عنده 12. 11 12. انت هتعرف اكتر مني. ده جمع لقيت بول بول. اتنين. ليه هيفرق يعني في الاخبار؟ واحد حلو وواحد وحش. البودي الجلع هموتك. نبتدي بالحلو ولا الوحش؟ لا ابتدي معايا بالحلو عشان انا مش ناقصه. احنا نبتدي بالاثنين. احنا قلنا ان انت هتتطلقي. ليه كده يا بنتي؟ هتتطلقي وتروحي عند ابوكي. انا مالي، الاخبار هي اللي بتقولي كده. طب ماشي وبعدين؟ وهيجي لك واحد وسيم. نعم يا اختي. وعنده عضلات وابيضاني، عشان الابيضاني حلوين. انا ما بحبش البيض. طب ما انت بيضه. انت مالك؟ معلش. وبعدين انا مش هتجوز. انا مالي، الاخبار هي اللي بتقولي كده برضو. الاخبار. بصوا بصوا. وبعدين وبعدين؟ وهيعيشك في فيلا. اه. هيكون بابا. فين باباكي بقى؟ ماشي. فين جوزي؟ ماشي خلاص. ماشي رماني ومشي. طلقني. ورقة طلاقك وصلت لك. كمان. انت بتعملي الفيلم ده عشان عايزاني امشي من هنا وتستفردي بيه صح؟ قولي الحقيقة. بت قولي، كلمي قولي الحقيقة. انا كده. انت انت ابو كده. وبعدين؟ اسمعيني. ها؟ هدوء. اوكي. الهدوء بيقرا الفنجان. طب اقري. وهيجيب لك ذهب كتيره جدا. مش عايزه، انا عايزه جوزي. معلش. بقول الاخبار عندي كده. طب ماشي. اعمل ايه؟ اوكي. أنا. اوكي اتفضلي. نسمع من غير كلام. اوكي من غير اعتراض. وهي احنا قلنا ان هو هيعيشك في فيلا وبسين. اه. وهيكون وسيم جدا. وهادي، وشه هادي. اه. وشعره ايه بقى؟ ايه بقى؟ فاتح. فاتح. اصفر يعني. اه. انا مش عايزاه، انا عايزه جوزي. معلش. هو وبعدين؟ والنت؟ النت قاطع. اه. هيجي. النت هيجي؟ النت جه. يا بنت العيبة. وبعدين؟ شاب وسيم. هو مين ده؟ ده عريسك ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدين؟ عينيه لونها اخضر. دي الاخبار السعيدة ولا الاخبار الوحشة؟ الاثنين. الاثنين على بعض. في حاجه تانية في الفنجان؟ نشوف يعني. نشوف. احنا بندور. اهبدي اهبدي. هيجيب لك تلفزيون. اه. 70 بوصه. عندي مش محتاجه الحمد لله. 80 بوصه. الحمد لله مش محتاجه برضو. 300 بوصه. مريم انت عايزاني امشي من هنا وخلاص صح؟ لا مش باين على وشك يعني. الحته كلها. أوه. في الفيلا. أوه. تبقى لونها ابيض. ما بحب. وعنده 3 شغالات. عنده 3 شغالات؟ لا كده الكلام يختلف بقى. وهيجيب لك حاجه حلوه كتير. طب انت هتيجي معايا؟ لا. ليه بقى؟ انا هقعد هنا. تقعدي هنا ليه؟ ما تيجي معايا. اه. وجوزك؟ اه. انا واحد القديم بقى. أوه. اللي وصل لك طلاقك. اه اللي رماني. ده اسمه ايه ده يا رب؟ متأكد. هيقول لك روحي من غير هدوم، مش هديكي هدومك. هيرميني كده يعني؟ اه. مين قال لك؟ عمره ما يعمل. الساعه 3 الفجر. بتضحكي على ايه بقى؟ انت نفسك يعمل كده معايا صح؟ انت بتقولي اللي نفسك يحصل. وهيكون الكنب لونه ابيض. ايوه. والسجاد لونه ابيض. اه. ده دليل على ايه؟ الحب. يا عشان قلب ابيض. اه. 3 الفجر رميني والحب. وبعدين؟ عشان هو وسيم قابلك في الشارع. اه. كان ماشي بيحاول يحب واحده بقى. اه. طب انت عايزانا اتطلق ليه؟ بصراحه بصراحه اتكلمي بجد، انت عايزه تطلقيني ليه وتمشيني؟ عشان انا بحبك، بتمنى لك الاحسن. يا سلام. اه. اه انت عايزه تستفرجي بجوزي صح؟ والساعه اللي في ايدك دي. انهي ساعة؟ دي. اه. مال هيقول لك سيبيها دي بتاعتي كمان. ده انا شاريها من فلوسي. هياخد حاجتي يعني. انت نفسك تشمتي فيا صح؟ مش
عشان زيت، عشان انا بحبك كده برضو يا مريم. انا بقول عشان انا بحبك، بتمنى لك الاحسن. لا انا مفيش اخبار عن ابني حبيبي الغلبان. ابنك هندور. دوري ابنك هيسقط 3 مواد. اخرسي ده بيطلع الاول. وبنتي بنتي مالها؟ هتسقط موادين. دي اصدقها لان انت اساسا ما بتذاكريش زي يوسف. مين قال لك؟ انا مش مريم. امال انت مين؟ بنت خالتها. طب تعرفي جوزك الجديد هيجيب لك تكييف 70 بوصة؟ عندي. تسألنيش ازاي عندي تكييف 70 بوصة، مش محتاجة. من الاخر من الاخر انا مش 900 بوصة. انا مش همشي من هنا، انا مش هسيبك تستفرجي بيه. من الاخر كل محاولاتك فاشله. بصي الفنجان خلص. شطبنا. السنه الجايه بقى السنه الجايه لما ابنك يجيب 3 مواد. ايوه. وانتي تجيب موادين. وانتي تمشي الساعه 3 الفجر. وانتي تمشي الساعه 3 الفجر. والوسيم يجي لك. أيوة. عينين خضراء وشعر اصفر. انا على فكره ممكن ابقى مكانك عايزين، يعني لو انتي عايزه تترمي وهجم وسيم ما عنديش مانع. مش فاهمه يعني ممكن اجي مكانك وانيلا اتجوز الوسيم. انا بحب الابيضاني. انت عايز تتجوزي الوسيم؟ عادي، ربنا يبعت لك كل اللي تتمنيه، المهم يبقى انسان مؤدب. مؤدب وبتاع ربنا وبيشتغل مدير بنك. بس من الاخر انا مش هسيب لك البيت. مش هتسيبيه لي ايه؟ انا كده انا بتمنى لك الاحسن. انا بحب الاوحش، مالكيش دعوه. احنا نقرا الفنجان السنه الجايه بقى. ويلا بقى، السلام عليكم. خدي يا وده هيبقى بتاعي. انت اسمك ايه؟ كنت معاكم مريم انجي نجيب. واتمنى اشوفكم في الفنجان الجاي. باي. عن اذنك بقى اتفضلي يا شيخه.